اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف هذه الفقره، النجم الكبير كابتن فتحي مبروك. انا اسف، مش هو اللي ضيفي، انا اللي ضيف كابتن فتحي مبروك. ازيك كابتن فتحي؟ ازيك كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ وانا اللي سعيد اني معاك والله بجد. احنا قاعدين معاك كده بس، يعني اللي عايز تقوله قوله. يعني انا حتى قاعد بره بستمتع بالكلام الجميل. ربنا يخليك يا كابتن، بتعلم منك، ده شرف ليك. ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس. بتتفرج على كاس العالم؟ بتفرج على تنس. تنس وكاس عالم لازم الاثنين طبعا. ما هو اصل انا عارف ان انت بتبقى حاطط، حتى دلوقتي بعد ما تم اصلاح الملاعب التنس بقى في الملعب، بقى في التلفزيون قدام التلفزيون في الاوضه موجود دلوقتي، فبتقعدوا تتفرجوا براحتكم. نتفرج عليه يا دوبك النص ساعه الفرق دي تروح اي فتره صح، بنتفرج على ماتشات كاس العالم وتروح تلعب شويه بس بخلص بقى واطير على البيت عشان اتفرج على الماتشات. اتفرج على الماتشات طبعا. ايه رايك في كاس العالم بشكل عام يا كابتن، تنظيما واداره وكل شيء؟ بص، يعني مع يعني كل الشكر والتقدير فعلا لدوري قطر. اوكي. يعني فعلا عاملين انجاز رائع. أوكي. في كل حاجه. بنيه تحتيه، سهولة مواصلات، فنادق، جماهير بتدخل بارتياحية، يعني تحس ان كل المنظومة منظومة رائعة بصراحة، يعني منظومة رائعة في كل شيء، حتى في التصوير، حتى في كل حاجة، في الإخراجات عاملين حاجات كويسة جدا جدا، يعني حتى الناس بتستمتع، الناس وانت قاعد بتستمتع بمباراة كأس العالم زي ما قلت لك، في كل التنظيم تنظيم رائع في دولة قطر حقيقة. عاجب حضرتك التنظيم. احنا لسه كنت انا وحضرتك بنتكلم، بقول لك احنا الناس اللي قاعدين بره، ضيوف الكاس العالم اللي قاعدين بره، يعني انت بتشوف رونالدو اللي هو الظاهره، بتشوف روبرتو كارلوس، بتشوف كاكا، كل الناس اللي اشتركوا في كاس العالم قبل كده هم اللي عينهم. ما دي من الحاجات الكويسه جدا، الحاجات الايجابيه اللي دوله قطر فعلا قامت بيها. ان كل واحد النهارده بيمثل بلده واشترك في كاس العالم قبل كده بيدعوه ان هو يحضر مباريات، فكل الناس النهارده بتعمل مباريات، النهارده بتستمتع فعلا لما بتجي لك لقطه كده على الناس اللي قاعده، الناس القديمه دي بتبقى فيه استمتاع، تبقى حاجه كده انت مستمتع بيها، ان انت تبقى مستمتع طبعا، تتفرج على الماتش وبتتفرج على الناس، بتتفرج على الناس بتمثلت بلدها في كاس العالم. طبعا حقيقي. طيب بالنسبه لك يا كابتن، تالق المنتخبات الافريقيه والعربيه شفته ازاي؟ مش كلهم طبعا، ولكن يعني غانا النهارده عاملين ملحمه، عاملين ماتش هايل. الكاميرون برضو لعلمك، يعني ما اعرفش برضو، اسمع رايك، ولكن انا بشوف ان هم عملوا ماتش جيد. طبعا سيبك من التصريحات ان احنا هناخد كاس عالم وبتاع اللي بيقولها سامو ايتو، ولكن انا بتكلم بشكل عام المنتخبات الافريقيه لا، باينه ان هي قويه. المنتخبات العربيه ايضا لها فرص. لا هو بص، يعني حقيقي يمكن المنتخبات العربيه سواء السعوديه، المغرب، تونس، الناس اللي مشتركه دي، سواء الافريقيه، غانا، الكاميرون، السنغال، عاملين ماتشات كويسه. اوكي. وعاملين ماتشات كويسه بدليل النهارده غانا، يمكن غانا النهارده مع كوريا مغلوب، النهارده ابتدى يشتغل، النهارده بتشتغل بطابع هجومي، ابتدى كسب هذه المباراه، كسب هذه المباراه 3-2. وكان ممكن فريق غانا يقدر يضيف كمان جوال، يعني جوال ثانيه. ولكن اداء غانا النهارده مشرف جدا للكره الافريقيه. ايضا السنغال برضو من الفرق كويسه جدا اللي بتلعب كره كويسه جدا، وليهم شغل كويس وليهم تكتيك واسلوب لعب. فالكاميرون يمكن انا شايف الكاميرون اقلهم. صحيح. يعني انا بتكلم بفنيا. ولكن السنغال وغانا الاثنين مميزين جدا جدا في الحته. اعتقد ان السنغال لو كان معاه كمان ساديو ماني كابتن كانت هتبقى مختلفه عن كده. طبعا طبعا. ساديو ماني اصيب وقعد فتره، طبعا بيقعد فتره العلاج، فطبعا هم برضو ساديو ماني افتقدوه في حته التحرك راس حربه في الجنب الشمال، لانه برضو هو بيبقى هداف. صحيح. اعتقد يا كابتن برضو ان المنتخبات العربيه سوف يكون لها دور بارز، يمكن تخطوا فكره المشاركه المشرفه، التمثيل المشرف، او التمثيل المشرف. هو كل واحد خلاص عنده طموح النهارده، حسب المجموعه، يعني حسب المجموعه، حسب ترتيب المجموعه، حسب المباريات اللي بتلعبها النهارده، بيبقى عندك هدف، يعني هدف كبير جدا. يعني السعوديه لما كسبت الارجنتين في اول مباراه، كانت السعوديه عملت اداء رائع حقيقي ضد الارجنتين وكسبت. فالنهارده اصبحت الكره العربيه والكره الافريقيه النهارده بتمثل حاجه كبيره جدا للجماهير العربيه كلها. صحيح. ان السعوديه احنا كنا مبسوطين جدا السعوديه كسبت، مبسوطين جدا المغرب كسبت، نعم، مبسوطين جدا ان تونس تعادلت، فكل ومبسوطين جدا الدول الافريقيه بتعمل نتائج كويسه، لان احنا طبيعتنا افريقيا، طبيعتنا عربيا، بنحب الفرق العربيه والفرق الافريقيه. من وجهه نظرك مين افضل لاعب في المنتخبات العربيه؟ خلينا نتكلم، يعني هل شايف مثلا من المغرب حكيم زياش هو الافضل؟
هل شايف مثلا حد من لعيبه المنتخب التونسي، حد من لعيبه المنتخب السعودي، حد من لعيبه المنتخب سالم الدوسري مثلا، واحد من الاسماء اللي عامله مباريات جيده جدا، عامله مباراه وسجل هدف رائع. سالم الدوسري برضه في السعوديه كويس جدا. ما انا بقول لحضرتك هو بيني وبينك لما تيجي تبص على فرق السعوديه كاداء كلهم، ايوه لا بصراحه كلهم بيشتغلوا بشغل كويس جدا، حتى في الماتش اللي اتغلبوا فيه يا كابتن، حتى الماتش اتغلب كل واحد في مركزه فاهم واجبات مركزه، بيشتغل كويس، بيشتغل بحرفيه كويسه جدا جدا في كل مركزه، بيشتغلوا باسلوب كويس وتكتيك كويس جدا جدا يعني. يعني تقدر تقول ان فرقه السعوديه فيها نجوم، يعني تقدر النهارده تقييم ما تقدرش تقيم واحد او اثنين، لا قيم الفرق ككل هتلاقيهم ادائهم رائع يعني. مش عارف برضه يا كابتن حضرتك تقدر تجاوبني عن هذا السؤال، هل المدير الفني بيبقى له هذا الدور الكبير جدا في إدارة الفريق بكل إدارة فنية وإدارة الفريق، إدارة أوضة اللبس يعني؟ هل بالفعل يا كابتن الكلام اللي احنا بنسمعه ده ان المدير الفني هو اللي بيؤثر وبشكل كبير قوي؟ بدليل المدير الفني للمنتخب السعودي والمدير الفني للمنتخب المغربي، منتخبات من المفترض ان هي اقل فنية من المنتخبات اللي بتلعبها. يعني ما حدش كان يقول ان السعودية ممكن تكسب الأرجنتين ابدا حتى بنسبة 1%، صح؟ وبالتالي هل فعلا المدربين دول بيبقى ليهم او المدير الفني بيبقى ليه دور؟ المدير الفني ليه دور كبير جدا. مش شرط المستطيل الاخضر. ايوه النهارده العامل النفسي، النهارده اشتغل على النفسي الذهني، كل هذه الامور بتؤثر جدا على الجانب اسلوب اللعب والتكتيك اللعب. النهارده ما بعمل محاضره النهارده مش تكتيكيه، النهارده محاضره نفسيه والنهارده محاضره ذهنيه للعيبه، ان انا النهارده كفريق هلاعب فرقه الارجنتين وعايزين نعمل كذا وعايزين يبقى روحنا كذا وعايزين ادائنا كذا، وبعيد عن الجانب الفني. الجانب الفني ده ممكن ياخده في محاضره ثانيه ثاني يوم، ولكن الاعداد النفسي والاعداد الذهني ده مهم جدا. ده خلاص يعني النهارده في اعداد نفسي، اعداد ذهني، اعداد لياقه بدنيه، اعداد تكتيك، كل هذه الامور فعلا في منظومه كره القدم. فالمدير الفني الناجح هو اللي بيقدر ياهل نفسيا لعيبته ليه مباراة صعبة، وخصوصا المباراة الصعبة. يعني القصة مش ان انا هتلعب 4 4 2 ولا 3 4 3 ولا يعني، طبعا ده دور كبير طبعا. وبياخد بقى يعني انا لما كنت بشتغل مدير فني كنت باخد النهارده كل خطة على حدة اشتغل معاه واتكلم معاه وكل هذه الامور، وازاي هنشتغل وازاي وازاي كل هذه الامور. اللعيب حتى بيبقى فيه ارتياحية، هو دايما داخل الاوضة عشان ينام بيفكر في كل ما يقال من المدير الفني. فدي بتديله تركيز كويس جدا جدا في الملعب يوم المباراه. طيب بنشوف على السوشيال ميديا خلال هذه الفتره مدربين وهم بيتكلموا ما بين الشوطين مثلا دايما بيتكلموا تحفيز يا كابتن، ما حدش بيتكلم فني كتير. او يعني الفيديوهات اللي احنا شفناها ازاي يخلق حوافز عند اللاعبين وازاي يقدر يخلي اللاعب يبقى عنده طاقه اكبر في الشوط الثاني. يعني لما جينا نتفرج على المنتخب السعودي وهيرفيري نار المدير الفني للمنتخب السعودي بيتكلم ما بين الشوطين، ما اتكلمش حاجه، ما قالش مثلا مين هيمسك ميسي ومين هيمسك، لا 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 لو انتوا رايحين تتصوروا مع ميسي كملوا بقى تصوير. هو بيتكلم في جوانب زي ما قلت لك، جوانب نفسيه. جوانب نفسيه النهارده، وشيء بسيط جدا اذا كان هناك تعديل في اسلوب اللعب او التكتيك بيتكلم فيه. ولكن الاعداد النفسي ده مهم جدا زي ما قلت لك قبل المباراه، ممكن اثناء زي ما انت قلت كده بين الشوطين. ما هو ده السؤال يعني كابتن، بين الشوطين ممكن يتكلم في حاجه زي كده. لان خلي بالك المدير الفني بيقدر يخلق روح للعيبه. نعم، يعني يخلق روح للعيبه من الاعداد النفسي. كابتن جوهري اعتقد الله يرحمه كان يعني من الاساتذه في هذا. لا كان الله يرحمه استاذ في الحاجات دي بصراحه يعني. يعني استاذ، وكان في قناعه، اما اللعيب بيبقى مقتنع جدا باسلوب المدير الفني بيبقى مقتنع جدا بيه. المغرب ولا السعوديه الاقرب للصعود من وجهه نظرك؟ انا اتمنى يعني اتمنى من كل قلبي الاثنين فعلا. للاثنين فعلا ممثلين، لكن المغرب اقرب تيالي. المغرب المغرب فرقه برضو كويسه، فرقه بتلعب باسلوب، فرقه عندها لعيبه كويسه جدا. يعني برضو عند اشرف حكيمي الظهير الايمن ده لعيب كويس جدا جدا، صحيح. بيبتدي يشترك في الطابع الهجومي، هداف. لا لعيبه كويسه. برضو المنتخب السعودي عنده لعيبه كويسه، فاتمنى ان شاء الله المنتخبين يوصلوا. المنتخب التونسي هل له حظوظ؟ لا مش قوي. التونسي برضو خلي بالك يعني الهزيمه الثانيه في المباراه الثانيه دي قللت الحظوظ المباراه الاولى. طيب برضو من وجهه نظرك المربع الذهبي، هل تقدر تقول لي مين الفرق او المنتخبات اللي تقدر تصل للمربع الذهبي؟ يعني انا يعني في رايي كده لما بجرد بتفرج كده وجاي اسبانيا فرنسا ممكن توصل. اسبانيا فرنسا ممكن توصل. تقدر البرازيل مثلا، البرازيل مع ان البرازيل النهارده حتى كسبان 1-0 يعني برضو، بس برضو اداء
وفنيات واداء مهاري واداء فردي، البرازيل برضو ممكن تخش في اللعبه توصل. توصل. الثلاث منتخبات دول ومين معاهم تاني يا كابتن؟ اتمنى، بقول لك اتمنى ان فرقه من الفرقه الافريقيه والفرقه العربيه تدخل في المربع. ممكن مين يا كابتن؟ لا يعني خلينا نتكلم مين؟ هل الكاميرون؟ الكاميرون انت حضرتك قلت لي اقلهم، انت حضرتك بتتكلم عن غانا او السنغال؟ ممكن السنغال. والله؟ ممكن، وارد. حتى في غياب ماني؟ وارد السنغال. عندهم برضو شويه لعيبه كويسين جدا. وبيلعبوا صحيح. بيلعبوا بروح قتاليه عاليه جدا. ودي ميزه كويسه قوي على فكره في المنتخبات العربيه والافريقيه، ان بيلعب عنده روح، زي ما قلت لك الاعداد النفسي، المدير الفني بيبقى ليه دور كبير جدا جدا في الاعداد النفسي، عشان كده اللعيبه تحس ان هي بتلعب بروح. مفيش قلق، يعني منتخب غانا النهارده، منتخب غانا النهارده ايه اللي كسبه؟ روح. تعال بص على المدير الفني النهارده على الخط ال 90 دقيقه وبيوجه وبيزعق بيدي انطباع للعيبه ان اللعيبه دي لازم يبقى عندها حفظ جوه الملعب. ما بقاش قاعد مستكين النهارده والنهارده بس اتفرج وهشوف النهارده الجانب الفني، مش لا، النهارده بدي حافظ لعيبه، وطول ما انا على الخط وطول ما انا بوجه اللعيب بينفذ له، اللعيب يبقى عنده روح قتاليه جوه الملعب. اوكي، طيب تقييمك بقى لمستوى المونديال في بعد المباراه الاولى والثانيه؟ لا هو بشكل عام يعني، هل 18 ولا 22؟ روسيا ولا قطر؟ لا بيني وبينك يعني انا بقول قطر احسن فنيا. فنيا فنيا احسن. فنيا احسن، لان برضه الدول العربيه او الفرق العربيه او الفرق الافريقيه المشتركه برضه بتادي اداء كويس جدا على المستوى كاس العالم. فدي النهارده بتديك انطباع ان فعلا الفرق العربيه والفرق الافريقيه لا ليهم مستوى مميز في هذه البطوله. كابتن فتحي، مين المنتخب اللي من وجهه نظرك شايفه مفاجاه هذه البطوله حتى الان؟ المنتخب اللي شايفه مفاجاه اكوادور مثلا؟ لا اكوادور ما مش عاجبينك؟ مش قوي. أوكي. ولا الاوروجواي؟ مش قوي ولا الاوروجواي؟ لا الاوروجواي النهارده برضو الحقيقه يعني حتى البرتغال النهارده ما البرتغال برضو النهارده مع ان كاسبين 2-0 برضو لسه ادائهم مش الاداء المبهر ان يخليك تقعد النهارده تتفرج على البرتغال تحس ان فرقه تقيله. يعني فرقه تقيله. لا مين المفاجاه يعني؟ مين الفرقه او المنتخب وانت قاعد بتتفرج كده قلت ايه ده، ايه المنتخب ده، ما كنتش متوقعه كده؟ لا اسبانيا. اسبانيا بصراحه عشان عندهم شباب كتير يا كابتن. لا لا هم بيبقى عندهم، بص عندهم يعني الكرة الأسبانية أو الفرقة الأسبانية بالذات دايما عندهم حاجات كتير جدا في كرة. أهم مميزاتهم، أهم مميزاتهم أولا انتشار كويس جدا في الملعب، عندهم فكر السريع، الفكر السريع ده بيفرق قوي، ما بقاش النهارده سلو موشن ويمسك الكرة ويفكر، لا عندهم النهارده الفكر السريع، عندهم التحركات النهارده طبعا، فبيقدروا النهارده يعني بيكسب 7-0، بيكسب كوستاريكا 7-0، فإذا كانوا أداء لا بيبقى أداء هايل. إسبانيا بس تعادل مثلا في المباراة الثانية مع ألمانيا، اتفرجت على المباراة دي؟ اتفرجت على المباراة. إسبانيا وألمانيا شفتها إزاي؟ لا هو بص يمكن برضو زي ما قلت لك إن إسبانيا وألمانيا، ألمانيا برضو كان عندها دوافع، لأن ألمانيا برضو في الماتش الأولاني مغلوبة. صحيح. فعندها دافع المباراة الثانية. إسبانيا برضو يمكن في شيء برضو من التراجع الدفاعي شوية. دلع شوية. طبعًا. تعادلوا في هذه المباراة. يعني حضرتك شايف إن المنتخب الألماني جيد السنة دي؟ انا برضو مش لا انا عاجبني الاسباني بصراحه. الاسباني؟ الاسباني يعني في الناحيه الاوروبيه الاسباني والفرنسويين؟ الاسباني والفرنسويين. المنتخب الفرنسي عاجبك؟ هايل. هايلين بصراحه، وخصوصا في الجانب الهجومي كان لسه كنت هقول لحضرتك هناك فارق كبير ما بين الناحيه الهجوميه في المنتخب الفرنسي والناحيه الدفاعيه. لا هم في الجانب الهجومي كويسين بصراحه كويسين وعندهم جراءه ما بيخافوش وعندهم انطلاقات كويسه، عندهم برضو بخلق مساحات، الحاجات اللي في تكتيك كرة القدم وفي اسلوب كرة القدم لا بينفذوها كويس. طيب خلينا نخلص موضوع المونديال وبعدين نرجع بقى نشوف او نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لطلائع الجيش وغلق ملف الكأس والاستعداد لمباراة الدوري، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل بقى مع حضراتكم ونتكلم اكتر عن النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم. كابتن فتحي، ماتش المقاولين امبارح النادي الاهلي استطاع ان يصعد للدور القادم في كاس مصر، ولكن الاداء بشكل عام لم يكن مرضي لجمهور النادي الاهلي. هو الاداء لم يكن مرضيا لان وصلت لضربات الجزاء الترجيحيه. خلينا نتكلم بواقعيه شويه برضه. فتره كبيره. أيوة. 25 يوم بعيد عن المباراه الرسميه. النهارده في لعيبه كتيره قوي بعيد عن مستواها، لان برضه المباراه الرسميه بتدي دايما حوافز وبتدي الدوافع دايما وبتدي جوانب فنيه كبيره قوي. طبعا المباراه امبارح كانت، وفرقه المقاولين برضو ايضا لعب بتنظيم دفاعي كويس. اوكي. يعني لعب بتنظيم دفاعي كويس. النادي الاهلي جات له فرص كتير ما استثمرهاش برضو في اول شوط، كان ممكن يستثمرها وممكن يسجل، ولكن الاداء وصل زي ما قلت لك لضربات الجزاء الترجيحيه، ودي يمكن ساعدت النادي الاهلي الحمد لله في الفوز بهذه المباراه.
كابتن فتحي، هل حضرتك شايف ان التوقف 25 يوم اثر سلبا على اداء النادي الاهلي وليه؟ بيأثر سلبا ليه؟ خلينا برضو بنتكلم بواقع، كل ما بيكون في ماتشات رسميه تركيز اللعيب بيزيد قوي، كل ما يكون في فتره راحه كبيره، حتى في مباريات وديه، المباريات الوديه غير الماتش الرسمي. الماتش الرسمي اللعيب يبقى واقع تحت ضغط اعلامي، تحت ضغط جماهيري، تحت ضغط مدير فني وجهاز فني، غير الماتش الماتش الودي. الماتش الودي بيبقى جاي اللعيب، انت عارف وانت جربت الحكايه، بيبقى جاي في ارتياحيه. صحيح. هلعب ماتش ودي مش هتفرق، هتغلب هكسب، ما دام مفيش ثلاثه بونت، مفيش وصول النهارده لفاينل كاس مصر، لا. صحيح. كل هذه الامور دايما الجوانب فعلا الذهنيه والنفسيه للعيب في مباراه دوري او مباراه وديه، لا مباراه الدوري بتختلف اختلاف كلي يعني. فبالتالي حضرتك شايف ان ال 24 25 يوم دول اثروا سلبا؟ بيأثروا. انا بشوف يا كابتن فتحي، ما اعرفش برضو راي حضرتك، النادي الاهلي كان في التوب فورم بتاعه بعد السبع ثمان ماتشات اللي لعبهم، ثلاث ماتشات كل ماتشات رسميه، الماتشات الرسميه اللي هي ثلاث قبل ايقاف الدوري، ثلاثه في الدوري واثنين في البطوله الافريقيه والسوبر ادي سته، وبعد كده رجع لعب المقاولين ادي سبعه. قبل ما يلعب المقاولين النادي الاهلي كان في التوب فورم بتاعته، فان انت تقف 25 يوم برضو مع الحاجات اللي حضرتك قلتها كلاعبين وحتى كمدير فني وكجهاز اداري وكل حاجه، بتلاقي الدنيا هديت شويه. هديت لان زي ما قلت لك ال 25 يوم فتره كبيره، يعني اعتبرها فتره راحه سلبيه. طب ازاي يا كابتن؟ يعني انا لو مدير فني اعمل ايه؟ ما هو انا لازم يعني، ما هو ممكن يحصل ما هو يقعد 20 25 يوم. النهارده السبع مباريات اللي انت لعبتهم النهارده او ست مباريات اللي لعبتهم النهارده عملوا حمل تدريبي عالي جدا او حمل بدني على اللعيبه، تقدر تدي اسبوع، تقدر اربع خمس ايام، يبعد اللعيب عن المستطيل الاخضر نهائيا. وده حصل نهائيا. تمام. ودي بتدي ارتياح للعيب كمان، يرجع ممكن. بيبقى عنده النهارده اشتياق جدا للملعب، عنده النهارده بيشتغل بفكر كويس، بيشتغل النهارده الاداء التدريبي، الاداء الفني، الاداء البدني كله كويس جدا. ولكن زي ما قلت لك الماتشات الرسميه دايما لا بتختلف اختلاف كلي عن الماتشات الوديه. اهم الايجابيات والسلبيات اللي حضرتك شفتها امبارح؟ لا، هو الايجابيات يعني بتكلم بمنطق كويس جدا، ان في روح واداء للنادي الاهلي عايز يكسب هذه المباراه. حلو. بالرغم زي ما قلت لك انه وصل لضربات الجزاء الترجيحيه وكسر طايم. نعم. ولكن كان عنده الرغبه في الفوز. يعني عنده الرغبه في دي من الاجابات الكويسه جدا جدا في لعيبه النادي الاهلي. تمام. اعتقد برضه يا كابتن ظهور بعض اللاعبين زي محمد اشرف ناحيه الشمال، زي احمد حسن كوكا في وسط الملعب، زي محمد فخري في وسط الملعب. شباب طالع من ناشئين النادي الاهلي، اعتقد ليهم دور كويس. لا، دي من الاجابات الكويسه. الاجابات الكويسه حتى في كاس الرابطه لو تفتكر كان فيه عناصر كتيره جدا من فرق الشباب في النادي الاهلي. وزي ما قلت لك اذا كان هناك حتى يمكن بيبقى في اصابات، زي محمد اشرف جاله كرامب امبارح. صحيح. محمد اشرف جاله كرامب، مين اللي لعب ظهير ايسر؟ ساعتها هو طلع. لا ما طلعش. هو طلع ورجع تاني. ورجع تاني. بالظبط. احمد نبيل كوكا لعب باك ليفت، لان هو بيلعب في وسط الملعب بيقدر يلعب في فيقدر يروح ناحيه الشمال شويه. وقبل كده لعب باك ليفت. صحيح. الحمد لله يعني. دي من الايجابيات اللي حضرتك شايفها برضه. طبعا. طب السلبيات يا كابتن؟ لا، هو بص السلبيات يمكن برضه خلي بالك، يمكن في اضاعه فرص بتبقى سهله جدا. صحيح. يعني في اضاعه فرص النهارده. صحيح. دي من السلبيه. يعني هو عايزه بقى شغل مدير فني، شغل النهارده حاجات الانديفيدوال للعيبه دي هتساعد النهارده في فرديات. طبعا في تطوير النهارده اي فرصه النهارده، وفي اعداد بقى الاعداد النفسي وال صحيح النهارده كل الحاجات دي النهارده بتبقى. احنا حسبناها لقيناها ايه يا كابتن في المباراه؟ ست فرص في اول 35 دقيقه او اول 30 دقيقه حاجه كده، كانوا جوان من فست فرص، لو جبت منهم جونين جونين بس خلاص الماتش خلص. هتاخد المقاولين هيغير من طريقه لعبه، وبالتالي الماتش هيتفتح. ممكن المقاولين يجيب في الجون، بس انت ممكن تجيب في اربعه خمسه تانيين. انا بقول لك الفرص السهله دي من السلبيات اللي كانت ظاهره يعني. وكيف يمكن حلها؟ حضرتك بتقول بالناحيه الفرديه. طبعا الناحيه الفرديه تاخد كل واحد وناحيه جماعيه. وناحيه جماعيه ازاي؟ الخط نفسه، خط الفراوده النهارده تحرك الناس النهارده داخل الصندوق النهارده ازاي؟ النهارده لو رجعت النهارده الكره الثانيه من ديفنس المقاولين ازاي؟ النهارده وسط الملعب النهارده عامل عمليه متابعه. كل هذه الامور لازم تبقى النهارده في حصه تدريبيه. ايوه. طيب، هل الشكل الخططي لمستر كولرت اتغير في هذه المباراه عن ما قبل يعني؟ هو طبعا يمكن بيتغير كل مباراه عن الثانيه، طبعا هو مدير فني ناجح ومدير فني بيشوف كويس جدا. الكوتشنج برضو بيبقى النهارده شايف ايه الخصم بيلعب ازاي. فالنهارده بقدر اغير اسلوب لعبي، بقدر اغير تكتيكي، بقدر اغير النهارده في عناصر حتى الفرقه
انا في عناصر الفرقه بقدر اغير، فدي جانب ايجابي كويس في الفرقه الحمد لله. الى اي مدى برضو تاثر لعيبه النادي الاهلي بغياب العناصر المهمه جوه الفريق؟ هو يمكن زي ما اتفقنا، يمكن يمكن في علي معلول، يمكن برضو تأثير علي واكرم. انت عندك علي واكرم، واكرم طبعا من الناس الهايلين يعني انت عندك خط دفاع كامل، محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول واكرم توفيق، يعني اربعه كانوا اساسيين. الاربعه غايبين، بس زي ما قلت لك الحمد لله كل اللي متواجد بيقدر يؤدي، بيقدر يؤدي، لان زي ما قلت لك النهارده دور مدير فني الاعداد النفسي، يعني حتى قبل المباراه النهارده، تعالى يا سيدي انت هتلعب الماتش بكره، تعالى تعالى، فالاعداد النفسي ده مهم جدا جدا للعيبه، ما بفاجئش. لازم اللعيب يبقى نايم وزي ما قلت لك عارف انه هيلعب بكره وعارف شغله ايه، كل الحاجات دي. مين اللي لفت انتباهك امبارح من النادي الاهلي من اللاعبين؟ بصراحه يعني يمكن انا يمكن دائما فخري كان كويس امبارح. نعم، محمد اشرف حتى قبل الاصابه كان كويس، يعني لعيبه برضو من اللعيبه الموجودين كويسين جدا جدا. محمد هاني مع ان ما اعرفش الناس ليه يعني بتهاجمه كتير، يعني محمد هاني على فكره من اللعيبه الكويسه. نعم، من اللعيبه اللي عنده رؤيه كويسه من اولادك في الناشئين. لا، وعنده رؤيه كويسه وعنده روح كويسه، فالناس ليه يعني دايما حاطين انظارهم على محمد هاني. اذا كان محمد هاني في بعض المباريات ما غطاش، ما عملش الكفرنج وجي منه جول، ناس ماسكاله الحته دي. فمحمد هاني برضو من الناس اللي بتجيد في المركز ده حقيقي، سواء في الجانب الهجومي او الجانب الدفاعي. طيب خلينا نروح للدوري العام مثلا. خلاص يعني النادي الاهلي هيقفل مباراه المقاولين العرب وهينتقل يوم الجمعه القادم، هيلاعب نادي طلائع الجيش. طلائع الجيش من الانديه اللي غيرت المدير الفني كابتن علاء عبد العال، مشي من طلائع الجيش واصبح الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي او الاسبق للنادي الاهلي، اصبح مديرا فنيا لفريق طلائع الجيش. شايف التغير ده ازاي؟ وهل ده في مصلحه الاهلي ولا ضد مصلحه الاهلي؟ لا، هو من الناحيه الفنيه طبعا، عشان ما حدش ياخد كلامنا. بص يا كابتن اسلام، انت النهارده النادي الاهلي عنده هدف، انا ما يهمنيش طلائع الجيش جاب مين. اوكي، انا عايز ايه؟ انا عايز ايه من المباراه؟ انا عايز اكسب المباراه، عايز النهارده ابقى على قمه الدوري، عايز اكسب مباريات النهارده، عايز ادي ثقه للعيبه وثقه للجماهير والاعلام وكل هذه الامور. ما يهمنيش بقى مين اتغير مين غير، ولكن فكر مدير فني جديد يمكن لطلع الجيش كابتن محمد يوسف، عنده فكر ممكن انه بيلعب النادي الاهلي، درب النادي الاهلي قبل كده، عارف النادي الاهلي وعارف شغل النادي الاهلي وعارف هدف النادي الاهلي ايه، فممكن الجوانب التكتيكيه وجانب اسلوب اللعب ممكن يتغير مع كابتن محمد يوسف هذه اللقاء. شايف ازاي الدوري يا كابتن بعد عودته؟ ثلاث مباريات ثم ايقاف شهر تقريبا ثم العوده مره اخرى. لا، هو العوده دايما بتبقى في البدايه، دايما بيبقى في قلق، يعني قلق دائما من الفرق ودائما من اللعيبه ودائما من الاجهزه الفنيه. زي ما قلت لك بتبقى فتره راحه كبيره، زي انت ما قلت كده فتره الراحه بتبقى مباراه وديه غير الماتش الرسمي. الماتش الرسمي بيبقى واقع تحت ضغط جماهيري واعلامي وضغط طبعا النهارده اساسي مش اساسي، كل هذه الامور بتدي. يمكن في الاسبوع الاول بعد عوده الدوري ممكن تلاقي فرق ما كانش دون المستوى زي ما احنا كنا بنشوفها في بدايه الدوري. هل شايف الدوري قوي او بدايته قويه السنه دي؟ طبعا هتبقى بدايته قويه، ولسه طبعا ده احنا في الاسبوع الكام دلوقتي؟ الثالث، قول هنبدا الرابع. لا، هتبقى قويه السنه دي. شايف يا كابتن ان يبقى في دوري في كاس العالم في اثناء مباراه كاس العالم؟ وجهه نظرك بقى بعيدا عن انا الراي ضد هذا الامر. ضد الناس النهارده شغله نفسها صحيح بيه. يعني ايه شغلانه معظم النهارده؟ معظم الناس شغله نفسها النهارده بكاس العالم. يعني تعالى النهارده مثلا نادي الاهلي، نادي الاهلي لو انت دخلت النادي الاهلي وبصيت على الشاشه الكبيره انت بتروح النادي الاهلي، الناس بتتفرج على ايه؟ على ماتشات كاس العالم. اي نادي النهارده في شاشه النهارده كل الناس النهارده مهتمه بكاس العالم. كاس العالم. ما هو مثلا في مباراه الاهلي السابقه امبارح ماتش الساعه 5 وكان في ماتشات ثانيه الساعه 5 فالاهلاويه، ما انت عارف الاهلاويه بيغير مش قادرين جماهير النادي الاهلي، هتبص على النادي الاهلي ولكن الغالبيه العظمى هتبص على ايه؟ ماتشات كاس العالم. لا صح، ما انا بقول لحضرتك في الاخر حضرتك شايف ان اختيار الوقت ده غلط. هو حاطط بلان ان الدوري ينتهي في كذا لا ما دي ما تقدرش النهارده ما تقدرش تقول النهارده في خطا، ولكن هو حاطط بلان النهارده ان الدوري ينتهي يوم كذا، النهارده يبتدي الدوري كذا، فدي يمكن برضو تخطيط اتحاد الكوره. تمام. هل حضرتك شايف ان المنافسه ستظل ما بين الاهلي والزمالك، ويعني ممكن من بعيد كده المناوشه البيراميدز
ولا من الممكن ان نرى فرق اخرى؟ لا يعني الاتحاد ماشي كويس برضه، الاتحاد السكندري طبعا، الاتحاد السكندري ماشي كويس برضه، عنده في طموح النهارده في مركز تاني، تسع نقاط برضه. فبرضه اتمنى ان الاتحاد، اتمنى السنه دي الاتحاد برضه يخش في عمليه المربع زي ما قالوا زمالك واتحاد وبيراميدز. فيوتشر عاجبك اداؤه؟ فيوتشر طبعا مع كابتن علي ماهر طبعا. من اللعيبه عنده لعيبه كويسه، كابتن علي برضه خبرته بقت كويسه جدا في مجال التدريب، النهارده مقنع جدا للعيبه، النهارده بيقف على الخط بيتكلم بيوجه، فدي طبعا حاجات كويسه جدا ايجابيه في المدير الفني، ان اللعيبه عندها قناعه بالمدير الفني واسلوبه وادائه. مين اكتر الفرق اللي قد تستفيد من او استفادت من الايقاف ال 25 يوم؟ اعتقد الفرق اللي هي داخليه، حرس حدود، اسوان، اللي هي كانت دايما بتخسر في الثلاث مباريات. هو ده بقى اللي استفاد. يعني ده اللي استفاد النهارده، زي ما قلت لك النهارده في جزء، هل النهارده جزء اللياقه البدنيه في الثلاث مباريات كده كان واقع يبتدي يرفع معدل اللياقه البدنيه، هل الجوانب التكتيكيه كان فيها شيء يبتدي يغير في الحاجات دي كلها، هل التعامل النهارده مع اللعيبه الاعداد النفسي والحاجات دي كانت ناقصه؟ لا تعامل. فالنهارده في استفاده، ممكن مدير فني يستفاد من التوقف ده. يقدر زي ما قلت لك الجوانب دي كلها يقدر يشتغل عليها، بحيث ان هو بعد بدايه الدوري ما يبتدي يشتغل اللعيبه تستفاد كويس قوي. مين اللي ممكن يعني في وسط الجدول من الفرق اللي موجوده يبقى اقرب للهبوط بعيدا عن المقدمه؟ يعني وسط الجدول في مجموعه من الفرق، سموحه، عندك الاسماعيلي مثلا، شايف ازاي؟ لا الاسماعيلي يمكن ظروف برضو، خلي بالك على فكره جايب مدرب كويس ولاعيبه كويسه، اللعيبه كويسه بس اللعيبه برضو عايزه النهارده، اللعيبه كويسه يعني المدرب مش عاجب حضرتك؟ اللعيبه عايزه فكر. اوكي اللعيبه عايزه فكر النهارده، اللعيبه عندها، خلي بالك برضو اللعيبه النهارده واقع تحت ضغط جماهير اسماعيليه، يعني اي جماهير اسماعيليه من الجماهير المخلصه جدا اللي بتحب فرقتها طبعا، لازم تدي دوافع كويسه جدا، لان الدوافع كويسه الجماهيريه للعيبه بتؤثر داخل الملعب على فكره. اللعيب ما بقاش نازل مهزوز، مع ان الاسماعيلي عنده لعيبه كويسه، صحيح عنده لعيبه كويسه، بس هو الاداء التكتيكي عايز يبقى النهارده بيتظبط شويه، وخاصه في النواحي الدفاعيه. ممكن برضو من الاسماعيلي يكون من الفرق اللي استفادت من 20 25 يوم دول؟ لازم يكون استفاد، لازم يكون استفاد، ولازم يكون من الفرق الاكثر استفاده في خلال التوقف ده. طيب اخيرا يا كابتن فتحي، النادي الاهلي كيف يمكن ان ينافس السنه دي على الدوري، او يقدر ياخد السنه دي الدوري؟ لا النادي الاهلي نادي، ده نادي بطولات، هينافس، ده نادي بطولات، ياخد الدوري، ياخد الدوري زي ما قلت لك النهارده. المعدل ازاي؟ المعدل الرسمي البياني النهارده في الماتشات الرسميه اللي جايه لازم يبقى في هدف للمدير الفني، لازم هدف عند اللعيبه الفوز بالمباراه، ودي بتدي دايما خلاص النادي الاهلي على قمه الجوده، النادي الاهلي في فرق بينه وبين اللي تحت، خلاص النادي الاهلي بيبقى خلاص في حته تانية، في حته تانية، يظل دائما النادي الاهلي في حته تانية، ويظل دائما النادي الاهلي حتى في وسط مباريات كاس العالم زي ما الكابتن فتحي قال، تلاقيه الناس كلها قلبت قلبت القناه. نعم قلبت القناه اللي حصل في النادي. طبعا انا بقول لحضرتك يعني ان حصل في النادي، ان الناس كانت قاعده، انا كنت امبارح ماتش كاس العالم كنت بتفرج على الاهلي والمقاولين، كل الناس كانت بتتفرج على بتتفرج على الاهلي والمقاولين. والله يا جماعه كاس العالم هو اللي هيخسر مش النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن فتحي، ودايما انا سعيد جدا والله بجد، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا كابتن فتحي. انا بشكر طبعا النجم الكبير كابتن فتحي مبروك. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كواليس المونديال من خلال هذه الفقره دائما بتكون معانا في البيت الكبير. هنطلع فاصل وبعد الفاصل احمد ثابت ومحمد جمال في ضيافه كواليس المونديال في البيت الكبير.